مركز الحضاري النوبي في الأقصر اتبنى سنة 2005، وكان الغرض منه الحفاظ على التراث النوبي. تشرف المركز الحضاري النوبي بزيارة شركة أجورا، وكنا سعداء جدا انهم عجبهم المكان ومدولنا ايد المساعدة، وقرروا ان هم يساعدونا بعمل ورشة عمل في بعض الحرف. اخترنا حرفة الخرز اليدوي، واخترنا حرفة الجرود اليدوية. تم تدريب 20 فتاة، تم تطوير العمل الموجود. يعني احنا عندنا قسم خرز، بس طبعا اضافوا لنا اضافه جديده، ودربوا البنات على نوعيات جديده وتصميمات جديده وديزاينات جديده. الحقيقه ساعدنا بيها جدا، والبنات ساعدوا بيها جدا، وسواء في الجلود سواء في الخرز، وعملنا منتجات جميله، وان شاء الله هنستمر فيها، وهتستمر البنات بقى في الانتاج، واحنا سعداء جدا بالشراكه اللي حصلت بينا. عملنا ورشه سلك وخرز مع 10 بنات لمده 6 ايام تقريبا. تعلموا في اول يومين، بداوا يشتغلوا في 4 ايام، طلعوا تقريبا حوالي 60 قطعه ما بين اساور وحلقان وسلاسل، وعملوا هولدر للكوبايات. كان عندهم فكره ستاره، بس الوقت ما كفاش، كان ممكن يشتغلوا اكتر يعني لو الوقت اطول من كده. اتمنى يكون في اهتمام اكتر من كده بالمكان من جهات مختلفه، اتمنى ان يكون في تدريبات اكتر من كده عشان نقدر نسوق لهم المنتجات اللي هم بيعملوها. انهم بيعملوا حاجات لطيفه جدا، الهاند كرافت عندهم عالي جدا، فياريت نهتم بيه. انا اسمي وفاء، ورشه الجلود. انا اتعلمت الشغل على الجلد، اللي انا استخدم الجلد في كذا شغل، وانا كنت اتمنى ان فتره التدريب تبقى اطول من كده، وان شاء الله نفسي في المستقبل اروح ورشه الاكسسوارات الخرز. اتدربت في حرفه جلود، وبصراحة الورشة جميلة خالص، وتعلمت حاجات كتير مفيدة جدا جدا تفيدني في حياتي، زي جرابات موبايل، حزازات، حلقان، شنط صغيرة. واللي عايزة أتعلمه في المستقبل، كنت بصراحة نفسي أتعلم حرفة النحاس، واستفدت كتير حاجات أكتر من اللي كنت عارفاها، وكان نفسي مدة التدريب تطول أكتر من كده. يعني في ورشة الجلد تعلمت حاجات كتير كان نفسي أكمل فيه، بس الوقت ما أسعفناش، وتعلمت البرتافيه والشنط وحاجات كتير، ومبسوطة جدا. علمت حاجات كتيرة من قبل بسنة، علمتني إزاي أعمل شنطة وإزاي أعمل حزازات، وعملنا حاجات كتيرة حزازات بالحرك. وأتمنى الحاجة التانية اللي هتاجي يعني يكون نحاس نتعلم منها. يعني اتدربت على حرفة الخرز بالسلك. أيام التدريب كانت كويسة، مناسبة جدا للتدريب اللي احنا أخدناه. اتعلمت حاجة جديدة، بس كان نفسي أتعلم على الفضة أو السلك بالذهب وحاجات الإكسسوار كده. أول مرة نتدرب على الخرز والنحاس، تعلمنا منه حاجات حلوة كتير خالص، عملنا منه أساور، وعملنا حلق، وعملنا قاعدة للكوباية. بس يعني احنا بصراحة كان نفسنا في فترة أكتر من كده، يعني أيام أكتر، فنفسنا المرة الجاية بإذن الله نتعلم الأساور الفضة والأساور النحاس. فعايزة أعمل الفضة والنحاس، وبصراحة شغل ممتع وجميل خالص. احنا كنا شغالين أصلا خرز، بس دي حاجة جديدة أول مرة نتعلمها، ودي حاجة كويسة يعني، ونفسنا نتعلم حاجات أكتر تاني. وأنا سعيدة جدا بالورشة دي واللي تعلمته فيها، زي السلسلة، اكسسوارات جميلة، وتعلمت حاجات كتير، بس كان نفسي تمتد الأيام أكتر علشان نتعلم حاجات أكتر، وكمان نفسي أطبق اللي أنا اتعلمته عندي في البيت، وإن شاء الله هعمل كده.